Mamma, hej, hej. اسمح لي يا بنتي، بغيت نسولك. واخا سولي لي، كاين شي مشكل في الماكله؟ لا بنتي، كلشي هو هذاك، تبارك الله عليك، كلشي مزيان. بنتي انا راه ما جيت على ود الماكله، جيت على ودك انتيا. الا ممكن تعطيني واحد دقيقه نهضر معاك. على ودي انا؟ ايه بالحق بنتي، انا ما غاديش نسبب لك شي مشكل بينك وبين مولشي. شكون هو مولشي؟ هو شكون قالها لك؟ هو بنتي اللي سولت، قال لي انا مولشي. قلت له شكون هذيك؟ سولت عليك، قال لي هذيك يلا خدامه باقي جديده عندنا هنا. شنو المشكله لالا؟ بنيتي نجيك بالصراحه، ما نكذب عليك، هذا ولدي، بغيت نزوجه وقلت ما نبقاش بحالك. كيفاش بحالي؟ بحالك بنيتي، حد على قد الحال وكبيرها وشربه عقلك وعلى باب الله، وقلت هذه هي العروسه اللي غادي ندير تحت يدي. ولدي مسكين غير حش امي، ما بغات ليه شي وحده شاطه مهطه، ولا شي وحده اللي غير تطير في المقله، ولا شي وحده اللي منفخه نفخه في السماء. وهو شنو كيقول؟ هو بنيتي من هنا العام ولا عامين غادي يزعم عليك وغادي يعود يهضر معاك. شنو سميتك؟ ماما قولي لها. بنتي عطيني التليفون ديالك، النمره ديالك، باش نهضر معاك على العرس وعلى الطيابه وعلى. لا لا لا، انا هي مولاه هذا الريستو، وهذاك اللي لهيها خدام عندي انا، انا هي الشافه ديالو. وشتي ولدك ظريف واخا كيحشم، ولكن انا ما عمرو غادي يلقى شي بنت تبغيه، ما حدك كتهضري في بلاصتو. هي مولات الشي، هي انتيا. اه نوضه وليدي، هادي ماشي ديالتك، انا نخلصو. لا بلاش، على حسابي. بصحة يلا. واللي غلبي عف ويسبق يسبق بالمسبق، نختلف حتى نعياو في الاختلاف رحمة، وفرحنا ما يحلى غادي القهوة، غنلقاوها هيا قلبو مزيان. شوف راه هي أضمة شوية صغيرة ولابسة كسوة صفرة. لقيتها لقيتها، راه نشوف. شوف 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 الدريج، شحال زوينة، باقي عندك نمرتها. تا صاحبي قلبوا معانا، راه قلنا لكم أضمة لابسة كسوة صفرة، وباش نعرفوها احنا صفرة هادي، راه بيليكول هادي. وي بيليكول شي. دابا نتوما اش غادي ديروا غير اللي إلا بانت لكم شي حاجة بيضة هي هذيك أضمة. وقلبوا معانا. ولكن أضمة راه شكولاطية. تا مالك، مرتو كتبان لي بيضة، أنت مالك. نشوف واخا هاد أضمة، نتأكدوا بعدا نكونوا تنقلبوا على شي أضمة أخرى ولا هادشي. هاي هاي هاي، ما كتعرفوش أضمة؟ هاي سير. سبحان الله. والقيصرية، نتوما راه هذاك الشيء اللي في يديكم شي هادي. هاي هاي هادي سيدي، راها بيليكيل سينتا، يعني إلا شفتي فيها شي حاجة بيضة راها كحلة، وإلا كحلة راها بيضة. قلبوا لها. سبحان الله العظيم، لقيتها لقيتها. راه شوف حي. اي اي اي، راه قلنا لك هاكا السينتا كتقبض. شتيها؟ والطون. والحرور. هذه راه مشا. فين فين شتيها؟ فين شتيها؟ بلاتي بلاتي.
وابوك مارلي هيا والله الا هي شوفها شوف شوف طلق طلق حي طلق هيا والله العظيم معلم والله الا القاب والله الا هي الحمد لله الحمد لله لقيت الفيلم ديالي يا ربي غير ما يكونش مضروب شكون اللي يكون ضربو لا زعما السي انت ما تكونش مجروحه وفيها الشراطي نشوف نشوف كي كان هادشي هاك شد شد نمشي نجيب البواطه فاش ندير الفيلم ديالي ترى بين الفيلم خطير هذا شوف شوف نبداو من الاول ارا لي ندير اضامه في البواطه ما تقولوش لي تلفتوها وراح اسيدي مرحبا بك اهلا اهلا نهار كبير هذا مرحبا والف مرحبا تفضلي لالا احسن بلاصه لاحسن كليان تفضلي معكم ميدو انا هو الجيرون ديال هذا الريستورون كامل اول مره كتزورونا واقيلا ياك مرحبا بكم لالا انا نعيط لكم على السيده اللي خدامه عندي تجيب لكم داكشي اللي بغيتو عفاك الله يرضي عليك تشوفي الاستاذات شنو ياكلوا يلا خسي الله يخليك الحمار ما طيبش مزيان باقي خضر هاو طيب ليه اللحم خضر هاد اللحم راه طيب لا بغاه محروق حنا راه ما كنحرقوش اللحم في الريستور محروق حرقوا لي دغيا يلاه ودخلي اختي حرقي انت ميدو هاو طيب هاد اللحم مرحبا الحن الشيطان واه جمع يدك اجي بعدا انت علاش كتقول لك ليا انت هو الشيف هيك اتفقنا على هادشي اصلا الناس ملي كيشوفوا ما كيبغيوش يدخلوا كتجيهم مسمومه اختي كتقولها حتى الرجال في غد ناري معاك فين غادي انا داك اخويا هاد اللحم كادو من عند الريستورون دي الدار وطيبو كيما بغيتي سيدنا تبارك الله عليكم شاركتوا معنا في الكاميرا الخفيه برافو أنتي بنتي حلو ديري نتي حلو وماك لا ما خدامينش أداما الزين ديالي جابك الله سيري الله يبيض لك الوجه منصف ما كل هذا عنصرية شمن عنصرية شنو قلت بان لك وجهك حل لي الحمقة انتي راكي انتي بيضة ودردري بشوية ديال العسل انت سمرة حبشية ولولا سواد المسك من باع غالي منصف ما كان هاد الشعر كامل ياك ما ربحتي شي مليون لقيت الجزء الأول ديال الفيلم ديالنا فيلم ديالنا الفيلم اللي كنا صورنا في روسيا ملي كنا باقين كنقراو دابا الجزء الأول كاين وغادي نصور الجزء الثاني من بعد 15 عام منصف واش باقي ما بغيتيش تفك من هاد الحلمه خلاص هذا من اليوم الحبيبه ديالي ما باقيش غادي نحلم غادي نحقق الحلم ديالي وغادي نصور بيك الجزء الثاني ولكن خصك تعافي بيان سور غادي نضعف ولكن ماشي على وديت الفيلم حيت عيطوا لي صحاباتي باش نشارك في مسابقه ملكه جمال واش من نيتك كاينه شي ملكه الجمال في الخمسين كوا 40 كوا 30 كوا واش انت تيقتي هاد السياده ديال ملكه الجمال الله يهديك حتى انا ما طيقتش في الاول ولكن ملي شفت العنوان ديال مسابقه ملكه جمال الجمال لا سن ولا لون له لابد نبداش مدو كوراج والفيلم ديالنا هذاك الفيلم ديالك بوحدك تتلقاه بعدا ها
هاهو ما مشيت حتى لقيتو. شحال عندي لالا؟ بصحة وراحة. لاديسيون 13 عافاك. هيا عجبتك الماكلة؟ بصراحة عجبتيني بزاف. 135 درهم. لا غير صافي، خلي عندك. ما كانش دوش بور بار. هاك الكارد ديالي عافاك، عيطي ليه من بعد. وعلاش نعيط لك؟ والهضرة هنا ما جاتش. من الأفضل تعيطي لي من بعد نسالي خدمتك. وما حشمتيش على داك الشيء بلي في راسك؟ خرج من هنا دغيا. أنت حمق، أنا غادي نمشي، خليت لك الراحة. أخليت لكم الغداء عند غالي. كيفاش الغالي؟ خلصت لي جوج ساندويتشات. أدامة علاش الشيطان؟ ديري عقلك. لا دابا واش انتيا غدا على النهار ولا غادية خاوية الدار؟ ومالك بعدا على هاد الباليزة هادي كان؟ أدامة ياك ما بغيتي تسمحي في حبيبك. أنا عييت من كيسارية الدار دار كيسارية، بغيت أنا نفوش شوية وما تعرف ندي مالك الجمال. ودي ما كاينش، ما غاداش تمشي، ما كلامي هو اللي كاين. واش أنا ما عندي كلمة في الدار ولا؟ الكلمة في الدار ماشي هنا في لابوراتوار. ياه عايش طايش. ها هو هب. حبيبة ديالي اشنو وقع لك؟ بلاتي بلا شديني قطيني. كده احسن. اشهد ان بقاي نوصيك وصيه وحده. قول حبيبي قول. بقاي معايا، خليك معايا وتهلاي فيا. لك انت غتموت. ايوا بقاي معايا تدفني. ياك لاباس سيدي، عجبتكم الماكله؟ الماكله واعره، ما عندي ما نقول. وكيلا وضعت راسي انا في واحد المشكله كبيره هنا. شنو وقع؟ عاود لي. اسمح لي نقول هذيك السيده حديا تسمح لي بزاف، والله حتى حشمت. مالك وعاود لي شنو وقع؟ يا سيدي انا عندي واحد ريستورون. ها؟ عاد حليته. والناس اللي خدموا معايا كلاوني. حيت انا ماشي من هاد الدومين هذا. هذا على جيت هنا باش حد يعاوني نصيب شي واحد يجيري ريستورون. شوف اذا ما صبت حتى واحد غادي نبيعو. واش قالت لك ساره؟ ما خلاتنيش حتى نفسر ليها. هذا مشروع زوين، انا قابل. وشكون انتم؟ انا خو سناء، انا هو الشيف ديال هذا الريستورون. وربما كان خصني نهضر معك انت الاول. المهم الرقم ديالك عندي، نتصل بك من بعد. مرحبا بك. شكرا. الله يكبر بك. هذيك الحركه ديال الكاميرا الخفيه كانت واعره بزاف. قول لي هذيك الابيزود بدا غدوز. جابك الله. معلوم جابني الله، شكون اللي غادي يجيبني؟ ها باغي نتخويو بلا ما نسيق الخبار. والله لا درتو هدية. شكون قالها لك؟ قالها لي عينيا. شحال بك انا ما شفتكش وانت هزه الباليزه، باغا تهزو حوايجكم بشويه بشويه وتبقاو حتى تخويو بلا ما نسيق الخبار. ها وما تخلصوش ليا الكره. سي عابد. اويلي منصف عويلي صافي قتلتي. لا وحدو. كنت كنقول عليه عيت ما نقول له ما يبقاش يتعند معاك. ويلا نوضو. عاوني عافاك عاوني. نعاونك بعدين مني قالك نعاونك. انا غادي نعيط للبوليس. الحمد لله النمره ديال البوليس فابور في التليفون. فين غير كنضحك معاك وما مزيانش تقتلي جوج في نهار واحد. غير شوف ادامه خدي باليستك وخوي انا ما شفت والو. ها ما عيطتش للبوليس حتى تكوني غبرتي. حبيبي فكتي.
خلعتيني عليك. خويا منصف اشنو وقع لك؟ والو منصف مني كنت نكش انا معاه ديما كيضرب راسو مع الحيط كعيدة فيه. وبعلو بيضرب راسو بغيتيه يضربك كيعرف الا مشى تم يدو عليك اش كيتسنى قلبي كيضرب اسمعي اسمع السي عبد اسمع قلبي كيضرب والله الا كيضرب عاوني عاوني نهزو بنتو للدار عاوني لا لا ما نتحركش من هنا غادي يسرقوا لي الجزء الاول ديال الفيلم ديالي. نوض نوض على سلامتك نوض هو السي عبد يبقى معاك انا خاصني نمشي ولا احتاجيتي شي حاجه راه هو غيشريها لك. اجي اجي اش غنشري لي ما عنديش لا 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 لا, لا, لا. انا ما كنخرجش معايا الفلوس دابا سمعي شنو غادي نقول لك قدام السي عبد الا مشيتي تتحركتي من القيصريه ولا خرجتي منها ما تعاودش توريني وجهك ما نعاودش نشوفك سمعتيني ولا ما سمعتينيش داكور داكور منامور داكور كلامك هو الكبير منصف فين جبتي هاد القسوحيه ما كانتش كتبان عليك اصير اسيدي تقضي حاجه لراسك سير تقضي حاجه لراسك وفلوسك راه غادي يوصلوك حتى لمحالك سير الله ينيك انا راه ماشي ادم انا صاحبي سير اسيدي الله ينيك واش حنا غادي سير اسيدي فحال تخلي دوزيتي لهنايا دوزي دوزي شويه واش ما تخليوناش نتفاهموا مع ولادنا ولا نتفاهموا بشويه انا غير دايز ما كاينش سير اسيدي الله ينيك ولي حريران الله سير اسيدي تقري حاجه لراسك وبنادم يبدا يدخل في سوق راسو خليني مع مرتي الرجوله الراجل هو اللي صافي سالات مسرحيه خليتك تبان قدام راجل دابا غادي يقولها لكل شيء مرتاح مزيان اصيري لدارك ودي الباليزه ديالك راني كنهضر معاك نعم شنو قلتي لا غير حيت عبد راه باقي كيشوف فينا ديري راسك بحال يلا سير وليتي لاباس شويه ياك والله يعاونك انا مشيت ادمه 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 عايش طايش شريف مازال تشرب شي حاجه سدينا لا بارك عليا سعد الشريف هذا راه مرتاحيتش لي تغدى وشرب جوج قهوات ومازال جالس انا فاش تكون عينو في سنة وتتقول فيها بوج قاصح كيفاش وجه عينو في سنة والله يا خويا لا القرايه ديال برا كتقتل فيكم النفس تمنى على هاد الهضره انت راه ما فاهم والو شكون كنت انا وياهم خطوبين والله العظيم الا كنا زيتو منعونكو بحال كلويتو ولعتو برا كركر معايا الفاتحه دابا شوف شنو غندير هاد السيد عنده ريستورون بغى اللي يخدم معاه الناس اللي كانوا قبل سرقوه صاحبي وخليتيني تنترعد عليه بحال هكا بغى شي واحد ثقه ولقاها في سناء وطلبني عليها وانا انت معايا هنا في الريستو كيفاش ما كنت عطيك خاطرك دابا هاد الريستورون هذا اللي ضربت فيه سناء تماره تخرج منه ساهل بحال هكا ولكن ما كنتفاهمش انا وياها اش بغيتي ندير لها هادي هي الفرصه باش تفهم انت وياها شكون شاف هاد الريستو حتى ولا هي انا توكل على الله وسير دير داكشي اللي كتبغي فكره مزيانه هذيك ما طاحت لي في بالي اسمح لي يا سيدي بغينا سيقه هاد الفيلم اللي ما خلاك دير والو في حياتك انا غادي نتلف بابا سي منصف سي منصف مالك اش واقع وسي منصف ما فهمت والو عيطت لينا وهربت لا سمح لي يا استاذ هادي ضرباتو بكانغو مشات كانغو هو اللي عطاه لراسو سمح لي يا استاذ الله يخليكم ما تفليش علينا واش كاين شي واحد كيضرب راسو صاحبكم مني كيتقلق كيضرب راسو مع حيط حتى انا ملي كنتقلق كناكل الصرف مسكين ابو هز معايا بعد السيد نحيدو من هنا هز معايا اجي فين غادي امشي نجيب كوريستين نهزو ندير السبيطار بوركوا حيت لا بالناس ما تقدرش تدخل الزناقي عندها مضايقين اسمحوا لي الشباب واحد دقيقه سي بون بقاش كيتنفس اهو بلاتي بلاتي الصرفيقه ديالي هي اللي غتفيقو حتى يدي فيها ريحه الطون انت غادي تقتلو شباب الله يخليكم حسب التجربه ديالي خاصو شويه ديال الاكسجين حلبه بنفس الدنيا شويه لا 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 غادي يشوفونا الناس وغادي يقولوا انا اللي قتلته اولي هو شنو المعمول المعمول سهل
خاصنا نديرو ليه التنفس الاصطناعي. كيفاش زعما؟ يتبرجا؟ نبسط لك الامور، خاصو الاكسجين يدخل ليه من فمو لصدرو مباشره. تفضل يا استاذ. ديرها انت؟ لا لا، انا اصلا ما عنديش النفس، اسمح لي. وانا قرعه الاكسجين، وانا الاختصاص ديالي طب النساء، اسمح لي. صافي صافي صافي، انا غادي ندير ليه التنفس، عندي تنفس بزاف. ها انتم شوفوا. عايش طايش. صافي صافي صافي، بلاش بلاش، انا صافي بخير الحمد لله الحمد لله. لا جلس، عندي لك تنفس اصطناعي رشيد. كيف؟ غالي شدوه معايا. خويا واش في مانت خاصم انا وياك تمشي وتخليني؟ انا ما قلت والو، السيد بغاني نخدم معاه، واش نقول ليه؟ لا هو ما كرهناكش تمشي تخدم معاه، ولا السيد ما بغاكش حتى، بغاها هي وهي ما بغاتش. انا ما كنتش عارفه شنو باغي، كيسحبني بغاني يخطبني لولدو ولا يتزوج بيا هو. اصلا هاد النهار كلشي بغى يتزوج بيا. ميدو قول لي صراحه، شوف مزيان عندك كي كان بان كبيره بايره. كتبغي تسوليني هاد الاسئله؟ سنة شاهدتي فيك مجروحه انا. كيفاش مجروحه؟ راه ما يمكنش هاد البنت شحال عزيز عليها تهضر على راسها، ما يمكنش. على من بغيتيني نهضر عليك انت؟ بعدنا ما نديرو بهاد الحكره والانانيه. ندمت كاع علاش خوك ولا كنت خوك ولا كبرنا فشي كرش وحده. واش تقدروا تدخلوا للكوزينه تناقشوا هاد الموضوع تخلوني نجمع الروينه؟ سعد خويا قول لي الصراحه، واحد فينا خصو يمشي ولا انا واش كنبان كبيره؟ دوي مع هاد البنت. سناء سوليني انا هاد السؤال، واش كنبان كبيره بايره؟ كتبان فيك زوينه، كتبان فيك غزاله، كتبان فيك الرزانه والتباته والعقل. خاصك حاجه وحده. شنو؟ خاصك نظاظر. ها هما ديال الشمس. خاصك نظاظر ديال الشوف، حيت ما يمكنش تزين كل واقع حداك وما عمرك ما شفتي. سهل دوي اخويا مع اختك، دوي معاها. هاد اختي راه ما كرهاش تركب لي مرايه وتشوف راسها وتعاود تركب لك مرايه وتشوف راسها. واشنو بغيتوني ندير؟ شنو غندير؟ نخلي الغيستو اللي تكلفت وتسلفت باش نصاوبها ونمشي نخدم في غيستو واحد اخرى؟ ايوا انا راه القرار ديالي خديتو، يا تمشي تخدمي معاه انت يا نمشي نخدم معاه انا. بغيتوني نعطيكم رايي انا؟ سكت انت. زين كراد. الو يا منى، لاباس؟ الحمد لله الحمد لله، كل شيء بخير. ها لا انا كنتريني. والله الا كون جيتي ترينيتي معايا. اوه اي راه طيحت السوارت وعاودتهم الجمرات. يان كتسمعيني كنتريني؟ اييه. شوفي رانا سخفت حيت كندير الريجيم الساك. اييه كنسمعك. اخديت الشهاده على ما قلتها لك. سمعي، I learn English in order to be teacher and in order to travel abroad. اييه. يا منى نسى ماشي حيت كيدق. انا ما زيد مرحبا. يلا زيد تريني. يان سين كراد تبعيني. يان سين كراد. لالا سعديه. نعم. انا غادي نقص شويه. لا ما تنقص الموسيقى، كدير لي الحماس حيت كيقولوا الجلوس والتلفازه نهار وما طال راه ما مزيانين. لالا سعديه اجي جلسي حدايا، بغيت نهضر معاك. نيت سخفت. شو غنمشي نصيب واحد البراد ديالاتي نرد به المجاج ديالي. صافي ونجي نجلس معاك. داكشي علاش ديتي الباليزه؟ قول لي غضبانه. يا عندك شي مشكل مع الراجل؟ لالا سعديه نخلي عندك الباليزه بيد ما نرجع.
هي الفيلم اللي قلتي لي عليه؟ لا انا غادي نمشي لكازا بلانكا. كازا 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 بلانكا. هي كلامي صحيح. انا راه غادي نمشي نشارك في مسابقه ملكه جمال. ملكه الجمال ديال حب الملوك؟ لا ديال العالم. حتى هي مزينه ماشي مشكل، الله يسعدك ويفرحك. شتي المراه كتشوف راسها زوينه قبل ما يشوفها الاخرين. شتي انا ملي كنفيق في الصباح كنشوف راسي في المرايا وكنصبح عليا. والله يا سيدي انتم ملي تتعرفوا تغضبوا، واحد في المغضب ياكل حلوه بيدو وحنا كندخل نسد عليه فريكو. صحه وراحه. انا كندخل هنا باش ما يخرجوش فيا لهجه، حيت باش كتعصب كتكمل دغيا. وانا كناكل الحلوه باش نبقى ديما بان صغير وما بقاش نخمم. انا كلاس عليكم، فين ما كنتقلق كنمشي للبحر. ورا كلشي تيديرها كنمشي للبحر باش يعوم. لا انا كنمشي باش نشرب الماء ديال البحر. حيت باش صغير كان ديما فين ما كنتقلق كتقول لي سير شرب الماء ديال البحر. سالا خرجي تاكلي الحلوه. واش انت حمق؟ انا ناكل الحلوه ما كنحملش الحلوه. وخرجي راه غتجمدي تبقاي تما. طفي الفريغو. فاش الفريغو غتخسري لي الخضره اختي سناء. دابا انت خايف على اختك ولا خايف على الخضره؟ سناء 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 جري جري هاد البومبيه. اجي نقول لك اش واقي ما كتعرفش اختك يا صاحبي. هادشي كيديروا لك بالعاني باش تعزف لك على الوتر الحساس. شوف اجي نخرج انا وياك نابا وشوف اشنو غدير. الله يرحمه ويوسع عليه كان كيقول لي سعديه مالك كتصبحي ناشطه. كنقول ليه حيت ملي كنصبح على راسي في المرايا كنشوف راسي زوينه. لاله سعديه نطلبك واحد الطليبه وما ترديها ليش في وجهي. اطلب اطلب ما نردها ليكش. واخا نخلي عندك راجلي منصف. اوهو وياك يلا قلتي لي ما ترديها ليش في وجهي. ولكن انت تهربي من راجلك وتلصقيه فيا وهو ما تخليه عندي. لا من السعديه دابا انايا غادي نسافر لكازابلانكا. منصف ما بغاش وهو مسكين مريض وكيطيح وكيضرب راسه مع حيط. الريح الريح. ما يمكنليش نخليه بوحدو في الدار. ايه وفين هي فلالا؟ فلالا ما كابلا الطراس هبقى ليها غير منصف. لا لا اختي الله يرحم مالك الوالدين خلاله عليك في التقار. خلات تدخلي ليا توحلي فيا راجلك هكا كاينه. اوهو شتي انا مراه داخله سوق راسي. اي لورن انجليش. نشرب وقت ما بغيت، نضحك وقت ما بغيت، نفيق وقت ما بغيت، ندير اللي بغيت. داري ما تدخلوا ليها الرجال. ايه لاله سعديه علاش ما ندخلوش البيت ونسدو عليه وانا ناخذ الساروت. اوكوكوكوكوكوكو كيفاش تدخل البيت وتاخذ الساروت؟ أقحت هذه فكرة زوينة. ملي غتسدي عليه صافي راه البيت فيه الحمام غير هو ما يصد عليا راسي. فوقاش غتجيبي راجلك؟ كاين. فين هو؟ كو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 
غادي يدخل غادي ينعس. كوني هانيه. طويوني وديروني في الماريو.
Thank you.